ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا اجعلنا من عباده المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل. إن شاء الله نرحب بكم جميعا باسم الحركة الإسلامية وباسم مجلس الشورى برئاسة خير الله شلاطة وكذلك بلجنة الزكاة وبمؤسسات الحركة الإسلامية. بداية لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نقدم هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل من أجل الطلاب ومن أجل طلابنا، طلاب الجامعات، طلاب المعاهد، طلاب الكليات، طلاب المدارس. فأنتم النور الذي يضيء الطريق ويضيء المستقبل. منكم سيكون الطبيب، منكم سيكون المهندس، منكم سيكون الممرض، المعلم، منكم سيكون كل شيء. فأنتم النور الذي ننظر إليه ونضع عليكم الآمال ونضع عليكم المستقبل. أنتم منكم من سيقود هذه البلد لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فنريدكم طلابا، نريدكم في المعاهد، في الجامعات، في الكليات، لا نريدكم في أماكن أخرى التي تغضب وجه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل لكم باسم الحركة الإسلامية وباسم مجلس الشورى وباسم لجنة الزكاة وباسم مؤسسات الحركة الإسلامية، أسأل الله عز وجل لكم التوفيق، وإن شاء الله نسمع عنكم الأخبار الطيبة، إن شاء الله نبارك لكم في بيوتكم بالنجاح وبالشهادات العليا. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن تكونوا مستقبلا لنا نفتخر بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم صحيح، الأخلاق والدين مفيش ولا أي جدال، لأنه العلم لحاله أصلا بودي لوين؟ لإبليس. شيك لو كان ما هو إبليس هو أعلى من خلقه، ولكنه شره أيضا استخدم علمه في الشر. فلا بد أيضا أن يجتمع مع العلم الدين والأخلاق، وهذا إن شاء الله عز وجل نتوخاه عن الطلاب. للحقيقة مشروع الأوائل هو مشروع مثمر جدا. إحنا فقط نظرنا إلى الحركة الإسلامية كلجنة الزكاة في كل سنة أكثر من 150 طالب من الإعداديتين. تعرف شو لو حلينا مشكلة 10 طلاب بس من 150-160 طالب، بس مشكلة 10 طلاب. احنا فتحنا 10 بيوت بسخنين، خليناها تشعر بالإطمئنان، نجح في مستقبلها. شو يعني حلينا مشكلة واحد؟ واحد بعرفش إنجليزي، في عنده إشكالية بالإنجليزي رح يظل عائق قدامه طول حياته. إحنا اليوم أجينا حلينا له هاي المشكلة، ساعدنا. فتصور إنه هذا يسرنا أموره إنه يتعلم بصورة سلسة، بصورة محترمة، بصورة. إذا ما يسرناهاش 100% 70% إعطته الدعم إنه يكمل مسيرته التعليمية. فهذا المشروع وثمرة للمستقبل إحنا نقطفها لبلدنا ولطلابنا لأهلنا في سخنين الجميل. فأشكر منكم تعلمنا أن النجاح قيمة ومعنى، ومنكم تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل. معكم أمنا أن لا مستحيل في سبيل النجاح والنصيب. نعم النجاحات أناس يقدرون معانيهم، فالإبداعي
الناس يحسدوني، لذا أقدر جهودكم المذهلين، وأنتم أعطيتم وأجزلتم بعطائي، أسقيتم ورويتم مدرستكم علما وفصاحة، ضحيتم بوقتكم وجهودكم، ونلتم ثمار تعبكم. لكم محتاجين كل الشكر والتقدير على جهودكم القيمة. لا ننسى للعطاء دورا كبيرا في إنجاح المشروع. نشكر ونقدر جمعية القلم وخاصة المشرفين على مشروع الأوائل، والمركز بلال حمزي على عطائه ومجهوده السخية. لكم منا باقات من الورود تعبيرا عن الشكر. شكرا. أسلمي الأكاديمية على جهودهم المباركة، وأخص بالشكر للأستاذ بلال حمزي الذي رافقنا من بداية المشوار وحتى يومنا هذا. أشكر جميع الطلاب والطالبات الأكاديميين الذين جادوا واجتهدوا وكان العطاء من طرفهم سخيا، فلهم جزيل الشكر متمنين لهم النجاح في تعليمهم ليقودوا مجتمعنا نحو منارة العلم والتقدم. أشكر مدرسة الحمداني متمثلة بإدارتها وعلى رأسه مدير مدرستنا الأستاذ عمر بدالني أبا إبراهيم. كما أشكر مركز مشروع الأوائل في المدرسة الشيخ شادي البدايات على ما يقدمه لنا ومدرستنا الحبيبة. وأخيرا نرجو من الإخوة في الحركة الإسلامية أن يستمروا في دعم هذا المشروع لنا وللأجيال القادمة بما فيه مصلحة لمستقبل بلدنا. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. وبالإعدادية طه حسين والحلال، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على تقليص وسد الفجوات التعليمية بين الطلاب، وذلك ضمن بيئة داعمة وهادفة من شأنها تقوية الطلاب في عدة مواضيع تعليمية، وبالتالي زيادة تحصيلهم العلمي. تأكيدا على نجاح هدف المؤسسة، نود أن نعلمكم ضيوفنا الكرام أن نتائج التحصيل العلمي لدى الطلاب باتت جلية كعين الشمس، ونحن كطلاب أكاديميين نفرح بما قدمناه من الجهود التربوية والاجتماعية لأجل طلابنا في حين لم يكن المال هدفنا. رغم أهميته في مشوارنا التعليمي، وكان تحديا رائعا استطعنا من خلاله تأدية رسالة مقدسة، ونجاحنا في القفز بطلابنا إلى مستويات أعلى كان أمر مثلج الصدر ويدعو الفخر، فهم أركانه جبل المستقبل وعماده. أسأل الله أن يوفقهم وإيانا إلى ما فيه خير للجميع، وبارك الله فيكم جميعا. الجهاد في سبيل الله عز وجل، فرأوا هذه الرسالة كيف تكون، لأنهم ربما يكونون مدرسون في المستقبل أو أي وظيفة أخرى، فهذا أمر طبعا لا تحسدون عليهم، وإنما نسأل الله لكم التوفيق، ونسأل الله لكم دائما الصحة والعافية والعلم والاجتهاد، ومن نجاح إلى نجاح إلى نجاح. فأسأل الله عز وجل أن نلتقي في سنوات قادمة أو على أمور أخرى التي تجمعنا لمصلحة الطلاب ولمصلحة الأبناء. فطبعا هاي المنحة هي لا تساوي شيء بالنسبة للجهد. التواعد سيد الشيخ، التواعد لاستمرارية المشروع بصورة جدية مش